أكيد يا أسامة، هنفخر بالنادي الأهلي، والنادي الأهلي فوق الجميع، ده تراث وفكر ومنهج وليس مجرد شعار. لما تبقى عارف إن ناديك كبير ما بيقفش على لاعب، فوق الجميع بجد، هتظل فوق الجميع. ولما تبقى عارف إن في لاعبين بتغير قواعدك، لوايحك، وبتتحايل عليهم وبتشوف إن هم أكبر من منظومة، أكيد هتجني ثمار غير اللي بيجنيها النادي الأهلي تماما. وسيظل النادي الأهلي فوق جميع أبنائه وفوق أي حد مش حاطه رقم واحد عنده. بالتأكيد يا فارس.